من الاتحادات الكويسه دي او المنتخبات منتخب الريش. خليني اقول لكم الخبر، منتخب الوطن الريشه الطايره وصل العاصمه كامبالا العاصمه الاوغنديه عشان يشارك في بطوله افريقيا للريشه، هتتلعب في الفتره من 14 ل 20 اللي احنا فيه. البطوله هيشارك فيها 10 منتخبات، عدد كبير: الجزائر، الكاميرون، بنين، مصر، موريشيوس، زيمبابوي، جنوب افريقيا، جنوب جزيره ريونيون، زامبيا، اوغندا. انا اول مره اشوف الجزيره دي بصراحه بتلعب في افريقيا، معلش اعذروني. منتخب هيشارك في البطوله 10 لعيبه وهم 5 اولاد وزيهم بنات. منتخب الرجال هيتكون من احمد صلاح، ادهم حاتم، عبد الرحمن عبد الحكيم، محمد مصطفى كامل، كريم محمود عزت. منتخب السيدات هيضم 5 ايضا: ضحى هاني، نوري يسري، هنا زاهر، جنى هشام، جنى اشرف. منتخب الريشه اللي راح الاولمبياد اللي فاتت منتظر منه الكثير، عليه امال كثيره، عايزين نخش اللعبه دي ونقتحمها وسط الكبار عشان نتكلم عن الاستعدادات لبطوله افريقيا. وحظوظنا معانا كابتن محمد كمال رئيس اتحاد الريشه الطائره، نائب رئيس، انا اسف، نائب رئيس الاتحاد المصري للريشه. اهلا بك يا كابتن محمد. خير يا كابتن هيثم وعلى الساده المشاهدين كلهم يا رب. بنسعد بيك دايما كضيف مستمر معانا ودائم على شاشه قناه النادي الاهلي. كلمنا يا كابتن عن بطوله افريقيا والاستعدادات وفرص حصولنا على هذه البطوله. اولا لنا الشرف على توقيف قناه محببه الى قلوبنا كلنا. احنا بنستعد لبطوله افريقيا من حوالي شهر، بنجهز للمنتخب تدريبات مع الكابتن المدير الفني محمود عزت والكابتن عبد الرحمن كشكل صباحي ومسائي، والمنتخب بأتم جاهزيه لبطوله افريقيا ان شاء الله اللي احنا ابطالها. احنا ابطال افريقيا ورايحين مصنفين رقم واحد، وباذن الله رب العالمين يتوفق المنتخب، وهي بطوله قويه من البطولات بنظام توماس وابر كاب، فده نظام تاني مختلف عن نظام الايفنتات الخمسه، فان شاء الله المنتخب يكون عند حسن ظننا كلنا ويوفقه يا رب ونجيب الكاس باذن الله كعادتنا ان شاء الله. طب كابتن يعني كلمني عن المنافسين، يعني انا شايف 10 منتخبات افريقيه وهو عدد كبير الحقيقه. هي اللعبه تطورت في افريقيا جدا، طبعا المنافسين الكبار لينا نيجيريا والجزائر وموريشيوس واوغندا كمان داخله، فالمستوى بقى عالي جدا في افريقيا. انما احنا باذن الله يعني عندنا ثقه في لاعبتنا وبخبراتهم بقى اللي خدوها الدوليه دلوقتي، يقدروا باذن الله يحققوا المراكز الاولى في امر الله. طب كابتن محمد استعدتوا للبطوله دي ازاي؟ والله انا مستعد زي ما قلت لحضرتك من شهر، جاهز المنتخب تدريبات صباحي ومسائي، كل اللي متاح للمنتخب عملناه لحد ما سافروا بالسلامه ووصلوا لكامبالا اوغندا. طب كابتن يعني الصداع الدائم في رؤوس الاتحادات وهي التمويل، تمويل المعسكرات والله تمويل يعني البطولات، انا واضح ان انا جيت على الجرح يا كابتن. لا انا بشكرك ان انت قلت كده عشان اقدم الشكر للدكتور اشرف صبحي واداره الاداء الرياضي، دعمتنا في البطوله دي من قبل الصفا، وده حاجه جديده علينا بصراحه، خلتنا سافرنا كويس، خلتنا مش محتاجين اي حاجه. المنتخب يعني انا بشكر الدكتور اشرف صبحي مره تانية على دعمه للاتحاد الريشه الطايره، يعني قدم لنا دعم كويس. طيب الدعم كان على قدر البطولة طبعا، احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك وبنشكر الدكتور اشرف صبحي، دي حاجة تسعدنا ان مساعدة الالعاب التي تعاني من نقص الموارد، فدي حاجة الحقيقة بتسعدنا كلنا. ولكن هل الدعم قاصر على البطولة دي ان شاء الله، ولا حضرتك بتأمل لزيادة الدعم؟ احنا مقدمين الخطة للوزارة وماشية معانا يعني على مدى قصير ومدى بعيد، احنا لسه ما خدناش تأهيل باريس ان شاء الله، بس هما بيدعمونا ببطولة ببطولة، واي طلبات احنا بنطلبها من الوزاره ما بتاخروش عليها. ده يعني بامانه وانا ليا الشرف ان انا اقول كده دلوقتي بجد يعني. لا حقيقه يعني دي حاجه تسعدنا. الريشه الطايره اتغيرت والحمد لله رب العالمين، الوزاره بدات تهتم بينا بعد النتائج اللي احنا بنحققها، وده كان اتفاقنا مع وزاره الشباب والرياضه واداره الاداء ومساعدين الوزير معالي الوزير، قعدوا معانا وشافوا خططنا وشافوا كل امورنا وبيتفاهموا معانا، بس يعني كل بطوله ببطولتها ان احنا لسه بنجهز المنتخب وبنحافظ على ترتيب لعبتنا، ولعبتنا في ترتيب كويس الحمد لله رب العالمين، وده مجهود نشكر الوزاره ونشكر مجلس اداره الاتحاد كله على المجهود القائم. طب كابتن يعني عايز برضو يعني عشان الساده المشاهدين يتخيلوا حجم المجهود المبذول للاتحادات اللي هي يعني بتعاني من قله الموارد، يعني ميزانيتك في السنه كام يا كابتن؟ والله ميزانيتنا يعني هي 300,000 جنيه،
بتيجي على بس الوزاره دي 300,000 جنيه مصروفات اداريه من الوزاره، انما الوزاره بتدعمنا ببطوله واحنا بنقدم خططنا وعلى مستوى الخطط دي الوزاره بتتعامل معانا. يعني يا كابتن مثلا كده ناخد يعني مثال، انا ليه بحب اتكلم كده؟ عشان الساده المشاهدين يشاركونا يشوفوا حجم الجهد المبذول، خاصه لما يبقى اتحاد يعني بيعمل مجهود زي اتحادكم. يعني حضرتك لو حطيت خطه، انت الخطه اللي مقدمها للاولمبياد طالب دعم قد ايه؟ يعني طالب يعني المفروض بيبقى ليها بادجت ميزانيه. رينج بادجت معين. بادجت الرينج بتاعها قد ايه مثلا؟ احنا حاطين عدد من البطولات يعني ميزانيتنا حوالي 8 مليون جنيه. 8 مليون انت طالب 8 مليون استعداد لباريس 24. ما باخدش الكلام ده طبعا، بس طبعا يعني احنا بنقدر نتوافق مع الوزاره، هل انت صرفت قد ايه؟ اديني مصروفات صرف وادعمك بالباقي. وانا عايز اقول لحضرتك ان هو يعني انت بتحط الحاجه اللي من الوزاره. انا بحط عشان يعني خطط يعني معسكرات خارجيه ومعسكرات داخليه. بتحط الحاجه المثاليه ليك، المثاليه. المثاليه تمام يا فندم، بس طبعا التنفيذ بيبقى فيه صعوبات في كورونا وحاجات من كده، فالوزاره طبعا في الوقت الحالي بتراجع معانا مصروفات الصرف اول باول. طب انت بتراجع الحاجات دي مع الوزاره على طول ولا بتعرضها الاول على اللجنه الاولمبيه المصريه؟ بنعرض على الوزاره طبعا، جهه الصرف وجهه التمويل الوزاره. الوزاره فبتعرض على الوزاره؟ انما الخطط الفنيه بتراجعها معانا اللجنه الاولمبيه طبعا. اولا لان طبعا اللجنه الاولمبيه ليها دور كبير فني مع الاتحادات. طبعا طبعا طبعا. طب كابتن ما بعد افريقيا ايه اللي عندك؟ انا عندي دلوقتي انا ماشي يعني ماشي في كل الخطوط، انا عندي بطوله اسبانيا للبار بادمنتون، عندي 3 لاعبين هيشاركوا بطوله دوليه في اسبانيا مصنفين الحمد لله، عندي رقم 11 على العالم شيماء، كابتن شيماء سامي، احمد مجدي الدقروري، عندي ياسمينة عيسى، دول مش هيشاركوا في بطولتين في اسبانيا في مدينتين مختلفين. ممتاز. انا بمشي في كل الخطوط بحيث ان انا عندي اسوياء وعندي ذوي القدرات ان انا بمشي فيهم، عندي النشاط المحلي كمان عملت 5 بطولات، عندي على المستوى التدريبي ما شاء الله عندنا معسكرات تدريب لضحى يعني راحت الدنمارك وجات، عندي نور يوسف مسافر ان شاء الله بعد بطوله افريقيا معسكر شهر في الدنمارك بنهدها ناشئه كويسه، عندي 2 لعيبه شباب هيشاركوا في بطوله افريقيا للشباب في اوغندا كمان مستمرين مع المنتخب الاول على اساس بطوله افريقيا، احنا بطوله افريقيا بطوله دوره الالعاب الافريقيه اللي ان شاء الله محتمل كبير ان تكون في مصر في شهر 8. طلبتوا تنظيمها يا كابتن؟ لا ده جمهوريه مصر العربيه اللي هتنظمها، الدوله اللي هتنظم. ايوه بس انت الالعاب الافريقيه. الالعاب الافريقيه، انا اسف انا افتكرت ده بطوله افريقيا. لا دوره الالعاب الافريقيه، عندي بقى ايفنت كبير جدا ان شاء الله في شهر 10 اللي هو بطوله مصر الدوليه. ما شاء الله. نازله على الكالندر الاتحاد الدولي، ان شاء الله متوقع يجي لنا اكثر من 40 دوله او 50 دوله، في اهتمام عالمي بالبطوله ان شاء الله باذن الله تكون في القاهره. انا عايز اقول لك مجهود يعني عندك اجنده مكتظه، ومن جد وجد ومن زرع حصد يعني. الله يخليك يعني ربنا يكرمكم. احنا بنجتهد ونفسنا نشرف بلدنا ونرفع سمعه بلدنا وعالم مصر يا رب دايما يكون باين في كل المجالات. باين يا كابتن. كابتن محمد كمال نائب رئيس الاتحاد المصري للريشه، بشكرك شكرا جزيلا. انا بس عايز ليه انا اتكلمت معاه في تفاصيل، يمكن لانه عايز اوري لكم قد ايه الاتحادات بتعاني، وانا الحقيقه الاتحاد اللي بيشتغل بيبقى باين. انا بس عايز ابروز الحته دي لكل اللي بيشوفونا، الاتحاد اللي بيشتغل هتلاقي شغله باين، اتحاد السلاح باين، اتحاد الريشه ظاهر، من جد وجد ومن زرع حصد، مصر كبيره، واللي بيقول لك ما عنديش اصل امكانيات وما عنديش، لا عندنا امكانيات وعندنا كل شيء متاح، الدوله المصريه موفره كل شيء زي ما انتم شايفين. الراجل بيشكر دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اللي هو ممثل الدوله المصريه على دعمه. هل كان المنتخب يقدر يسافر بدون دعم الدولة؟ الدولة واقفة وراه وهتساعده. السلاح، الكاراتيه، اتحادات شغالة. الطايرة بالمناسبة، اتحاد الطايرة، هتقول لي يا كابتن هو لسه الطايرة عامل حاجة؟ بيبان يا جماعة. بيبان، الواحد بقاله في الرياضة 30 سنة. أنا بلعب وأنا عندي 15 14 سنة في الرياضة. يعني أنا بقالي 30 سنة 32 سنة، فخلاص بقيت أقدر أحكم على الاتحاد اللي بيشتغل. واتحاد في اتحاد يعني معلش أنا آسف هقول كلام، في اتحادات بتعتمد على يمكن شوية الشو بيحصل برضه بيبان، ولكن الاتحاد اللي بيشتغل عشان اسم مصر له منا كل الدعم وكل يعني الدعاء والمساندة. إن الراجل عايز، الراجل شفتوا كلامه دكتور محمد كلامه وكابتن محمد كمان بيقول إيه؟ بيقول يا جماعة إحنا إن شاء الله هنحط اسم مصر قدام. الراجل بيتكلم كلامه إحساسه وصلني،